تري بيان. قولي لي في العائله شكون اللي يدير فيه كونفيونس ويركب معاك في الفيكول؟ في العائله كل واحد دبر عزو ما يركبوش معاك جامي دير تي بي ام بوغ لو مومون. بصح يخافوا يقولوا بالك منين داك ضرب لنا كود فول هكذا. انا على باز نخاف انه هذا على بالك باش يمشي هكذا ريلي. لا لا ريلي ريلي الواحد ما يكبر. حبيتك يركبوا معك عادي اوكي مي لا فامي. مي جي بليزيور كونجيت ما نسوقش بون في الطريق ما نسوقش سوق. عندي 3 ايتاب عندي كي نكون وحدي عندي كي يكون معايا عبد بس تكون بيرسون ما تخافش ولا بيرسون اللي تخاف فري سوق عادي. انا حاب نغتنم فرصه وجودك حاضر وحضورك معنا هنا باش توجهي ربما نصيحه ولا رساله لكل الناس اللي ماشي دريفتي ولكن يرتكبوا المجازر في الاوتوروت في الطرقات السريعه كما شفنا الحادثه الاخيره. واش تقولي لهم لهذوك؟ انا واش نقول في هذا بور سو جور دو بيرسون جو بريفير كو تحكموا سيركي. يا بوكو دو تيب دو سبور ميكانيك. روح بردل تماك حرق بيان. كاين لي كورس دو كوت كاين لو رالي كاين رالي دو ريغولاريتي دونك يا بليزيور تيب دو سبور ميكانيك ماشي غير دريفت. تماك اللي تقدر تبرد هذاك الشحنه بالك لونفي هذيك تاع لو سبور تاع الادرينالين دونك تسيبها خير ما في الطريق.